3400 قعود. 3400 اليوم 11 4443 3400 سوق حفر الباب. قعود 800 عندك زاد فايد. شلون ابو بدر؟ الله يبقيك. حرك حرك. 4800 بيع ذا. تم البيع 3400. قعود قعود ولا بكره؟ 3 ومية والبيع جملة 50 ريال 3 ومية 4650 كلهن قعدان يوم ولا قعدين وبكرة 4650 قعدين وبكرة 4650 ما شاء الله. كم بيع هذا يا بدر؟ كم بيع؟ الأشعل هذا كم بيع يا وليد؟ وليد 5000 الأشعل ها؟ تم البيع ب 5000 الأشعل. صلى الله يربح الشارع وضع البايع. ما شاء الله. البيع جملة يا هواي 400 يا ولد. كم نظر جملة يا ابو؟ العدد كم؟ 400 ريال حراج واحد حراج صغير هذا حراج 4 حراج 5 لا لا صغير ما حد صافي هذا صافي حرجك على ثلاث حال اثنين الحين على 5200 كلهم كم 4000 حد اثنين بخمسة وخمسة صافي 200 يسام من اثنين بخمسة آلاف ها 200 مش يس 650 3650 والعدد 10 فيه ثلاث ابكار 700 والعدد 10 حراج واحد حراج اثنين بعد ثلاث ابكار سبع قدام احد لخاطر سوق حفر الباب 3700 احد لشاب 3700 العدد 10 3700 ريال 3800 قعود وبكره اثنين احد عنده زيد ولا لا؟ لك زيد عندك هوا يا ولد سواهم قال اول برا احد لك خاطر يحدونها ب 10 صفر يعني 10500 حرج 10000 حرج 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 7000 ريال القحة وسليم على جميع الشروط 700
جميع الشروط سليمة. انهينا لكم التغطية وان شاء الله التغطية تحوز على رضاكم واعجابكم، هذا اللي قدرنا نغطيه لكم اليوم. اخواني احبتي لا تنسونا من الدعم ونشر الحساب على المضافين عندكم لتعم الفائدة للجميع، للي يعرف عن الحلال واللي ما يعرف عن الحلال، سواء اللي بيعرف سعر المجاني ولا سعر القصب الحشو. وثاني شيء فعلوا الجرس، جرس عشان التنبيهات، عشان تجيكم التغطيات والعروض أول بأول على السناب. كل ما ينزل على السناب من جديد يجيك أول بأول، يا أما أنك فعل الجرس ولا دخل على الضبط فعل الإشعارات. هذا تنويه، بعضهم تطوفه بعض السنابات، لكن إذا فعلت الجرس ولا دخلت ضبطت الإشعارات ما تجيك رسالة على طول. نسأل الله التوفيق للجميع، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودعواتكم، وفي أمان الله. لا تنسونا من الدعم ونشر الحساب على المضافين عندكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير وعافية. انهينا لكم التغطية في حراج البل سوق حفر الباطن الثلاثاء 11/4/1443 الموافق 16/11/2021، وإن شاء الله أن تغطيتنا تحوز على رضاكم. واللي يسأل عن السوق والحراج متى، حراج البل بعد صلاة العصر مباشر وعلى مدار الأسبوع، والسوق شغال يوميا بعد صلاة العصر مباشر، لكن أكثر جلب وأكثر مرتادة للسوق اللي هو يوم الجمعة والسبت، كثر حشو قصب ومجاني اللي هو يوم الجمعة والسبت، واللي السوق شغال على مدار الأسبوع. هذا توضيح كله عشان أخواننا المتابعين والمضافين الجدد.